ما هذه؟ مشابك ملابس؟ هل سنعلق ملابس مغسولة؟ يا لكما من أحمقين، يمكن تعليق هذه المشابك على أي شيء تقريباً. أتريان، كم مشبك يمكنكما تعليقهم في 30 ثانية؟ ابدأ التحدي. أوه، هذا مؤلم. لا تضعه على الحاجب، كم تبقى من الوقت؟ هذا التحدي ليس بذلك السوء، ليس بذلك السوء. هل وجهه مخدر أم ماذا؟ إنه لا يجفل حتى. يبدو أن براين لا يبلي بلاء حسنا. كيف يفعل ذلك؟ بقيت ثانية واحدة. يا إلهي، لم تستحق هذه الجولة كل ذلك العناء. لنبدأ المؤقت ونكتشف الإجابة. تبدو هذه الحفلة المنزلية رائعة. واو، متى وصلت هنا؟ رائحة خسيس جيدة بما يكفي. مرحبا يا صوفيا، من الرائع رؤيتك هنا. وها هو براين يسير ناحيتهما. أوه، مرحبا. ما مشكلة هذا الشاب؟ صوفيا تعالي هنا. لا يمكنني السماح لآدم بأخذ الفتاة. صوفيا التفتي لي. انتظر، لم ننتهي من حديثنا بعد. صوفيا، يا فتاة، ماذا؟ هل تريدان التنافس؟ إذن سأقدم لكما منافسة. هل تشتهيان برجر جبنة بشريحتي لحمة؟ يبدو البرجر شهيا. مهلا، لم أقل أنه يمكنكما البدء في الأكل. أنتما لا تعرفان القواعد بعد. لقد دخلتما تحدي 30 ثانية. هل أنتما مستعدان للتنافس؟ 1، 2، 3، انطلقا. هل سيفوز براين بهذا التحدي؟ أم هل سيكون آدم آكل اللحوم الذي لا يهزم؟ هذه هي روح المنافسة الحقيقية. سأتناول كل البرجر في لقمة واحدة. عليك أن تأكل أسرع من ذلك يا براين. هيا يا آدم، لقد أوشكت على الفوز. بقيت 3 ثوان على المؤقت. يبدو أن البطء والاستمرار أربح براين هذه الجولة. هل لا تزال تستطيع التنفس يا آدم؟ إذن من ستختارين يا صوفيا؟ آدم اللطيف والواثق؟ أو براين السلس للغاية؟ يا إلهي، هذا صعب جدا. لحظة، من هذا الشاب؟ لم أره من قبل. أشعر بقلبي يدق بقوة فجأة. وداعاً يا رفاق. حسناً، يبدو أننا خسرنا نحن الاثنين. هل هذا موعدكما الأول؟ لا شيء أفضل من وجبة خفيفة رومانسية لبدء موعد غرامي. من يريد مارشميلو وعسل؟ افتحي فمك. مهلا، هذه القطعة ليست لك يا براين. هل تسمحان لي بالانضمام؟ لا شيء أفضل من سرد قصة طويلة لتعكير المزاج. ألا يفهم التلميح؟ دائما يروي نفس القصة السخيفة. لا أحد يكترث يا صاح. ما الذي يجب أن نفعله الآن؟ لدي فكرة. تحدي الحذاء الرياضي المقزز. يبدو ممتعا، أليس كذلك؟ هل سبق أن تساءلت كيف ستشعر عند ارتداء حذاء مليء بعسل؟ يا إلهي، سيكون شعورا مقززا. حسنا، أصبح الحذاء جاهزا. لنجرب هذا الشعور. حسنا، الأمور تزداد حلاوة بالثانية. فيضان عسل. لابد أن قوام العسل لزج. هل تسمع ذلك الصوت؟ نحل. واو، انظر لتلك السيارة. هل تعتقد أنها ستصل لنهاية الجسر؟ هل هذا ما أظنه؟ يجب أن أذهب، لقد تأخرت. محاولة جيدة يا براين، لكن حان وقت تحدي الحذاء الرياضي المقزز.
أعطني حذائك. آمل من كل قلبي أنك تحب الشوفان، لأنك ستحصل على حذاء ممتلئ به. ياه، هل يمكن أن يبدو هذا أقل سدا للشهية؟ أرجوك لا 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 لا. أوه نعم، هذا يكفي، مما يعني أنه حان وقت النهائي الكبير. آمل أنه لا يزال ساخنا. نعم إنه ساخن ومقزز. هذا أكثر شعور مقزز على الإطلاق، إنه يستمر في الخروج. تبت، لن أعطس أبدا مرة أخرى. طعم الانتقام لذيذ. ومن حسن حظك لدينا حصة يجب أن نحضرها، لنذهب. انظر إلى اجتهاد هاتين الطالبتين في الدراسة، لكن سيتشتت تركيزهما قليلا عما قريب. مرحبا يا بنات. ما هذه الرائحة الغريبة؟ يا إلهي، هل تحبان وجبة الإفطار؟ لأن براين يرتديها. هيا اختر السيف، لقد أوشكت على الفوز في هذه المرحلة. مرحبا كيفن، أحضرت بيتزا. لا فكتي. آسف يا أمي، أعتقد أنه يجب علي التقاطها جميعا. يا لسوء حظي، أوف، لا أستطيع التقاط أي شيء مع هذه الأظافر. حسنا سأساعدك. يبدو الأمر أسهل بكثير بدون هذه الأظافر الطويلة. حسنا، هل يمكننا تناول العشاء الآن؟ أنا غنية. كلا أنا الغنية، أعدها لي. كلا، ماذا لو أوقعتها مرة أخرى؟ إنها بأمان معي. يخبرني حتى أن كيفن سيندم على ذلك. مرحبا كيفن، هل اشتقت إلي؟ من الأفضل أن تحافظي على هدوئك يا أمي، فقد يستيقظ في أي لحظة. يبدو أننا لوحدنا هنا. أمي انتبهي، لقد بدأ يستيقظ. أوف، كان ذلك وشيكاً. أنت في عالم الأحلام يا كيفن، صحيح؟ جيد، أنا على وشك تلقين كيفن درساً قيماً. أو لا، ما الذي فعلته أمي؟ أوبس، يبدو أنني نمت على الأريكة مرة أخرى. لقد كانت تلك غفوة جيدة، أعتقد أنه يجب علي الاستعداد للمحاضرة. كيفن، شيء ما يبدو مختلفاً قليلاً. ماذا؟ هل زرت صالون تزيين الأظافر أثناء نومي؟ كيف حصلت على هذه الأظافر؟ حسناً، يبدو أن يومك على وشك أن يصبح شيقاً للغاية يا صاح. إيمي تتصل، كيف يفترض بي التقاط الهاتف مع هذه الأظافر؟ انتظر يا آمي، أنا أحاول جاهداً. كيف تسحب الشاشة مع هذه الأظافر؟ لحظة، سأستخدم مرفقي. كلا، لم يعمل. لقد عمل. هاها، هل تحب أظافرك الجديدة؟ نعم نعم، هذا مضحك للغاية. أعني نعم، إنه مضحك، سيكون أسوأ يوم على الإطلاق. يبدو أن الدرس قد انتهى وأنه حان الوقت أخيراً للذهاب للمنزل. انتبهوا، هذا الرجل يسقط. أو لا، كنت أعلم أنه يجب عليها ركوب الحافلة للمنزل. كل شيء على ما يرام وأنا بخير، أحتاج فقط إلى ربط حذائي. قد تحتاج إلى بعض المساعدة هنا يا كيفن. سأحشر الأربطة في حذائي، لن يلاحظها أي أحد. تم تجنب الأزمة. أي وزن علي أن أرفع؟ 25 كيلوغرام؟ أوه، يجب أن أرفع. لماذا هذا صعب جدا؟ لننتقل إلى الأوزان الخفيفة، هيا. أجل، هذا أفضل، 2.5 كيلوغرام، ممتازة. حسناً، لنبدأ. عندما ترفع الأثقال، المهم الوصول لمرحلة التركيز. واصل التنفس وحافظ على التركيز. واو كيفن، أنت رائع. يا ذراعي، إنها ضعيفة جداً. هل كان ذلك ضرورياً؟ يجب أن يكون تدريب الرفع سهلاً، صحيح؟ يا رفيق، لا يمكنك رفع واحد حتى. قد لا أكون قادراً على الرفع، لكن يمكنني تقوية جذعي جيداً. واو، هذا أصعب مما توقعت. هل تحتاج للمساعدة يا رجل؟ هيا، انزل وحسب. اسمح لي أن أريك كيفية عمل التمرين. تباً، لا أصدق أن فيكي أقوى مني. هيا يا عضلات، أعلم أنك هناك في مكان ما. لا تعتقد بأني قوي بما يكفي؟ حسناً، سأعطيها شيئاً لتنشغل به حقاً.
يا فيكي، هل تعتقدين أنك مثيرة؟ لا 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 سيدي، انتظر، هذه خطوة جريئة. عاقبه، لقد جعلني أفعل ذلك. أسف. هل يحب أصدقاؤك استخدام هواتفهم دون توقف حتى عندما يكونون في مشوار؟ واجه الأمر يا كيفن، لا شيء تقوله سيبعدها عن ذلك الشيء. لحظة، أعرف ما الذي سيجذب انتباه فاكي. يا فاكي، الأرض كلها حمام. يا إلهي، في أي اتجاه أهرب؟ أتذكر سلة القمامة الكبيرة التي ألقيت فيها قمامتي اليوم؟ الأفضل أن تسرعي يا فتاة. مقرف، فيكي، هل ستصعدين داخلها؟ أنا عالقة. واو فيكي، يفضل أن تستعجلا، تلك الحمام تتوجه نحوكما.